انا محمد نوراس لاعب المنتخب الوطني للسامبو عمري 17 سنه. ما شاء الله. طيب محمد عمرك 17 سنه، من كم لك تلعب هاي الرياضه؟ انا صار لي تقريبا 4 سنين بلعب رياضه الام ام اي، وتقريبا فتره 5 اشهر حولت للسامبو وشاركت بطوله اسيا فيها. طب ها ليش حولت للسامبو؟ ليش اخترت السامبو؟ مدرب تاعي شاف فيه فرصه حلوه، وكنت صراحه اتعب حالي، فشاف فرصه انه اشارك في البطوله راح تكون مشاركه ان شاء الله حلوه، وكان صراحه تجربه رائعه. انت شاركت في بطوله اسيا في كازاخستان. كازاخستان. حصلت على شيء او مرتبه؟ صراحه ما حلفت الحظ بالبطوله، لكن اخذت خبره كبيره وشفت اللعيبه وشفت مستويات اللي هناك، فانا ان شاء الله البطوله الجايه راح يكون مستواي اعلى من هيك، خاصه انه اخذت الخبره، الخبره هي مطلوبه. ما شاء الله عليك محمد، يعني هذه الطاقه الايجابيه، واكيد بدنا من محمد رساله للشباب. أنا صراحة بنصح الشباب إنه إجا الصيف يجربوا يسجلوا بنوادي ويجربوا الرياضة، لأنها راح تفيدهم كثير. بحكي إنه الشباب لو شاركوا يزيد فرصة الأردن يطلع بطولات لبرا، الأردن ناقصه لعيبة، ولو الشباب تساهم هذا الشيء بحسن مستوى الأردن الرياضي. الله عليك الله عليك محمد. وأنا حاب أسألك سؤال بس، الرياضة أعطيني شيء واحد مميز الرياضة غيرته فيه. صراحة كل شيء، أنا من بداية الرياضة صرت أهتم بحالي أكثر، كأكل كنوم كتمرين، فتعكس إيجابا على الشخص حتى بحياته العادية. مع التمرين أنت قاعد تفيد حالك، قاعد تغير جو، قاعد تكسب مهارات حتى ثقة بالنفس تعطي الرياضة. يعني عليك يا محمد، والله ما في أجمل من هذا الكلام. بداية عرفينا عن نفسك. أنا ندان نورس، بلعب لاعبة منتخب وطني للسامبو، عمري 15 سنة. طب ليش اخترتي هاي اللعبة؟ أول إشي يعني هي قريبة عن المصارعة والجودو، كنت أنا بتضرب مصارعة مع الكوتش حمزة، جربتها وحبيتها. كم لك تلعبيها؟ بلعبها تقريبا سنة وإشي. سنة ما شاء الله. طيب دانا يعني عمرك 15 سنة وصغيرة، نحكي شوي عن مشاركاتك إذا كان لك مشاركات بهذا العمر. شاركت يعني بالسامبو بس. أي شيء قتالي يعني؟ كل شيء. أول مشاركة إلي كنت شاركت ببطولة كيك بوكسينج بالمستوى المملكة، بعدين جبت فيها مركز ثالث برونزية، بعدين شاركت في بطولة جوجيتسو وفي بطولة مصارعة، بعدين هلا السامبو. يعني اللي حكيتهم على المحلياً؟ بس طيب خارجي، شاركت شيء خارجي؟ شاركت ببطولة آسيا بكازاخستان السامبو وجبت مركز ثالث. يعني هذا الإنجاز العظيم في أول مشاركة نسوية على مستوى آسيا أنك تجيبي المركز الثالث وبعمر 15 سنة، إنجاز يسجل في تاريخ جميل ومستقبل أجمل بإذن الله. يا دانا أنا سند فروقة، لاعب سامبو من الفريق ليبتش تيم، عمري 19 سنة. ما شاء الله عليك. كم لك تلعب هاي الرياضة؟ صار لي سنة تقريبا، سنة وخمسة أشهر. احكي لنا طيب يا سند، ليش اخترت هاي اللعبة؟ اخترتها لأنها بتجمع من أكثر من رياضة بحبهم، اللي هم المصارعة والام ام اي والجودو. سند احكي لنا عن مشاركاتك. أنا شاركت بأكثر من بطولة بالأردن محلية، موي تاي ومصارعة، وجبت فيهم مراكز، وفي منهم جيجيتسو جبت فيها مراكز بالمركز الأول. ما شاء الله، يعني على المستوى المحلي في مشاركات وميداليات عديدة. أيوة. وخارجية؟ خارجية اللي هي بطولة آسيا. بطولة آسيا. وبمصر لعبنا بطولات ام ام اي وفزت البطولتين. أي مركز؟ أول. ما شاء الله. وآسيا؟ شاركت بطولة آسيا مرتين، المرة الأولى كانت السنة الماضية جبت فيها مركز ثالث على فئتين، ما شاء الله، اليوث والجونيور، وهاي السنة شاركت فيها بالكومبات والسبورت، بالكومبات جبت مركز ثالث برضو. أعطينا طموحك يا سند. طموحي العالمية. تحكي لنا رسالة من قلبك للشباب. الرياضة إشي كثير مهم، مش شرط إنه الواحد يبني حاله من وراء مثلا الدراسة أو الهاي، ممكن يبني حاله من وراء الرياضة. طيب إيمان، أنت شو حببك في هاي الرياضة؟ يعني نعرف أنها عنيفة، عنيفة جدا، ليه حبيتيها؟ حسيتها هيك رياضة بتجمع بين أشياء، بين رياضات يعني زي تاعت مصارعة زي الجودو، يعني مع البدلة حسيت فيها تحكم أكثر فحبيتها هيك. نسألك إيمان عن آخر مشاركاتك. بطولة آسيا جبت فيها برونزية. ما شاء الله. كانت بكازاخستان،
كنت أول مشاركة نسوية بالأردن بالسامبو. تجربة جميلة جداً. طب إيش انعكست عليكي كشخص إيمان؟ يعني هناك كثير تعلمت شغلات، يعني أخذت يعني زي خبرة أكثر بالبطولة، وهناك كان فيه الجو الرياضي كان حلو، يعني مع ناس جداد، مع تتعرف على بلاد جديدة. حلو. إيمان أنا ما سألتك كم عمرك؟ 16. ما شاء الله، يا ربي طولة العمر إيمان. وبدنا من إيمان رسالة هيك من قلبك للشباب. يعني هلا أي حدا كبير صغير شاب بنت بيقدر يشارك، يعني إنه إذا حابب شغله هو يعمل بحبه وما يخاف، أو يعني من المجتمع أو من أي حدا يعمل بحبه، لأنه بالمثابرة بالأخير بوصل للبداية. الله عليك يا إيمان، الله عليكي.